أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: رغم تطمينات الحكومة أسعار أضاحي العيد ترتفع بشكل غير مسبوق. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، يتوجس المغاربة من الأثمنة لهذه السنة. وكشف مهتمون أن أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق لأسباب مختلفة ومتنوعة مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر سيما الفقيرة منها. وتختلف الأسعار عن السنة الماضية حسب ما أوردته جريدة المساء في عدد اليوم الثلاثاء 7 مايو الجاري بفارق لا يقل عن 1000 درهم حسب المهنيين، حيث تتراوح أثمنة الأكباش المتوسطة الجودة مثلا ما بين 3500 درهم و 4500 درهم، فيما يتراوح ثمن الأكباش الجيدة ما بين 5000 درهم و 8000 درهم. وكانت الحكومة قد قررت دعم مستوردي الأغنام للحيلولة دون ارتفاع أسعار الأضحية، حيث أن مستوردي الأغنام سيستفيدون من منحة جزافية تبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من خارج الحدود المغربية ما بين 15 مارس و 15 يونيو 2024.